في شهر ديسمبر 2013 ظهرت تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث لبعض الشخصيات، تتضمن حسب زعمهم أحاديث عن مؤامرات وتحويلات مالية إلى دول عدة وعمليات غسيل أموال. وفي 24 من ديسمبر 2013 قام رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي برفع دعوة على مغرد يدعى إلى الدستور، وبعد التحقيقات تمكنت النيابة من التوصل إليه وتبين أنه كويتي يعمل في شركة الغانم انترناشونال. كما استدعت النيابة كل من المغردين محمد عبد القادر الجاسم رئيس تحرير جريدة الوطن سابقا، وسعد العجمي مدير مكتب قناة العربية سابقا، ومشاري بويابس. وجهت لهم تهم إذاعة أخبار كاذبة. ثم في تاريخ 7 من أبريل عام 2014 استدعت النيابة الشيخ أحمد الفهد الصباح كشاهد في تلك القضية. وبعد شهادته استمرت 7 ساعات، أدلى الشيخ أحمد الفهد في تصريح مغتضب: ما في شك اليوم مثلا كشاهد في قضية مرفوعة تتعلق بموضوع تسجيل صوتي وبعض المغردين، اللي أكدنا أن يعني ليس هناك تسجيل صوتي، ولكن يعني ما تم وصول لي عن طريق هي مقاطع تعني بالشأن المحلي والبرلماني والأسري والمالي والإقليمي، تم التعامل معها حسب مسؤولياتي وواجباتي الوطنية. وبعدها وعلى الرغم من مرور 5 شهور على تقديم البلاغ وبدء التحقيق، أصدر النائب العام أمراً بحظر النشر حول التحقيق في تلك القضية، إلا أنه وبعد ذلك عقد مجلس الأمة جلسة سرية عرضت فيه الحكومة أشرطة وتقارير مزعومة. خرج بعدها رئيس مجلس الأمة في بيان قال فيه: وكان التسجيل عبارة عن تسجيل مرئي، الصورة فيه غير واضحة ومبهمة ودون وجود أصوات واضحة يمكن سماعها أو فهمها. ثم تم عرض نتائج تقارير من جهات خارجية متخصصة تفيد بأن هذا الشريط الأصلي لا يمكن استخلاص أي صوت مفهوم أو واضح منه. لحق ذلك وفي يوم 16 من أبريل عام 2014 بيانا للشيخ أحمد الفهد الأحمد قال فيه أن رئيس مجلس الأمة نصب نفسه حكما وقاضيا وأصدر حكمه على الشريط، بينما النيابة العامة لا تزال تحقق في الموضوع، وإنه أقحم نفسه طرفا بانحيازه لطرف دون الآخر. وتساءل الفهد عن سبب عدم عرض التقارير المزعومة رغم تأكيد سمو رئيس مجلس الوزراء بأن الشريط أصلي. يتبع ذلك بيانا من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أوضح فيه إنه أخطر النائب العام بتصريحه قبل استئناف الجلسة العلنية. ثم صدر قرار من قاضي الأمور المستعجلة بإيقاف جريدتي الوطن وعالم اليوم لمدة 2 أسبوع. ثم وفي 2 يونيو أرسل الشيخ أحمد الفهد إنذارا على يد محضر عبر المحكمة الكلية إلى سمو رئيس الوزراء يمهله فيه 10 أيام بتزويده بالتقارير التي عرضها على مجلس الأمة، وبعد أن نشرت 3 صحف وهي الوطن وعالم اليوم والجريدة ذلك الإنذار، صدر قرار من قاضي الأمور المستعجلة في وقف 2 منها وهي الوطن وعالم اليوم. كما أصدرت وزارة الإعلام قرارا بإيقاف نشرة الأخبار في تلفزيون الوطن واليوم لمدة 4 أيام. ثم أصدر رئيس مجلس الوزراء بيانا نشرته جميع الصحف الكويتية ووكالة الأنباء الكويتية كونا ردا على بيان الفهد، حيث امتنع عن تزويد الفهد بالتقارير داعيا إياه أن يقدم ما يملك من أدلة إلى النيابة العامة. ثم وفي 10 يونيو دعا تجمع حشد إلى تجمع في ساحة الإرادة حضرته أعداد كبيرة من المواطنين، تحدث فيه النواب السابقون جمعان الحربش وعبد الرحمن العنجري ومسلم البراك، كاشفين من خلاله عن مستندات يزعمون إنها تمثل تحويلات مالية من أطراف متنفذة إلى جهات مختلفة في الكويت وخارجها. وفي يوم 11 يونيو عقد مجلس الأمة جلسة نزل فيها رئيس مجلس الأمة إلى مقاعد النواب مفنداً على حسب زعمه حول ما نشر في ساحة الإرادة. كما تحدث سمو رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح ووزير العدل الشيخ محمد العبدالله
طلعت عليها فوجدت انها لا ترقى ابدا لان تكون يعني محل فحص او تمثيل. لا استطيع ان اقول اكثر منها اوراق فقط بيضاء، يعني اوراق بيضاء وعليها اسماء وارقام لا يمكن الاخذ فيها. فاستسمح لكم يعني العذر بان اترك للاخ وزير الماليه كما اختص في مثل هذه الامور، وايضا الاخ وزير العدل يعني نعطيه لانه هو ايضا اطلع على هذه الاوراق وعنده فكره عنها. وفي نفسه اصدر مجلس القضاء الاعلى بيانا عبر فيه عن بالغ استيائه في اقحام القضاء في المسائل السياسيه، مؤكدا ان مجلس القضاء ابلغ النيابه العامه باجراء التحقيق اللازم في الإيداعات الكاذبة التي تهدف إلى التطاول على رجال القضاء والإساءة البالغة لهم. وفي يوم الخميس 12 من يونيو ظهر النائب مسلم البراك على قناة اليوم ليرد على ما اعتبره رئيس مجلس الأمة تفنيداً لكلامه في ساحة الإرادة، مؤكداً أن أوراقه صحيحة، كما أن هذا اليوم تكون قد انتهت مدة العشرة أيام التي منحها الشيخ أحمد الفهد الصباح في إنذاره الذي أرسل في الثاني من يونيو.